أهلا بكم من جديد صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم 9 لسنة 2018 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية حول المساعدة الإدارية المتبادلة قصد منع وتقصي وزجر عقاب المخالفات الجمركية ونص القانون على ما يلي صودق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التونسية حول المساعدة الإدارية المتبادلة قصد منع وتقصي وزجر عقاب المخالفات الجمركية الموقعة في مدينة تونس بتاريخ 21 من اكتوبر 2016 ميلادية والمرافقة لهذا القانون.